دلوقتي هنروح لدينا عشان تعرفنا أكتر على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة النهاردة. اتفضلي دينا. بشكرك يا محمد. فعلا جه معادنا دلوقتي مع النشرة الجوية بالتفصيل. وهيئة الأرصاد الجوية بتتوقع أن الطقس النهاردة هيكون شديد الحرارة، وهيكون في ارتفاع ملحوظ جدا في درجات الحرارة، خصوصا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وجنوب سيناء، وأيضا سلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد. دلوقتي خلونا نتعرف على حالة الطقس بالتفصيل مع الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة دينا، وصباح الخير على كل المشاهدين. الناس كانت مستعجلة على موجات الحر اهي جت النهاردة، فعلا عايزين نعرف من حضرتك درجات الحرارة هترتفع لحد امتى، والموجة دي هتختفي معانا، وهل فعلا في ارتفاع بشكل ملحوظ جدا خلال الأيام اللي جاية؟ بالفعل اليوم هيكون ذروة ارتفاع درجات الحرارة. احنا بالأمس سجلنا عظمى على القاهرة الكبرى 39 درجة مئوية، اليوم متوقع ترتفع بحوالي 4 درجات، يعني احنا اليوم متوقع العظمى على القاهرة الكبرى تكون 43 درجة مئوية، ده طبعا على القاهرة الكبرى خلال فترة الظهيرة تحديدا، ده أعلى درجة بنسجل فيها والوقت اللي بنسجل فيه أعلى درجة حرارة، بالإضافة كمان إن احنا طبعا محافظات جنوب البلاد هتوصل ل 45 درجة مئوية، ودي تعتبر درجة الحرارة المقاسة في الظل، لكن الإحساس بيها كمان هيكون أعلى من القيم دي. احنا بنتأثر بكتل هوائية جنوبية غربية قادمة من الصحراء الغربية هتؤدي لارتفاع درجات الحرارة، في زيادة لفترات سطوع أشعة الشمس خلال فترة النهار، فالطقس اليوم هيكون شديد الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية خلال فترة النهار. خلال فترات الليل الأجواء هتكون معتدلة تماما، لأن احنا مع ساعات المساء هتبدأ الجبهة الباردة تدخل على جمهورية مصر العربية، فهنحس بانخفاض درجات الحرارة خلال فترة الليل، بالإضافة كمان إن احنا مع ساعات المساء إن شاء الله ودخول الجبهة الباردة هيكون في نشاط للرياح، نشاط الرياح ده هيكون على المناطق الموجودة في غرب البلاد، بعض المناطق كمان من القاهرة الكبرى، بعض المناطق من محافظات الوجه البحري. نشاط الرياح ده قد يكون مثير لبعض الرمال والأتربة خاصة في سواحلنا الشمالية الغربية ومحافظات الوجه البحري، قد تمتد الرمال المثارة كمان للقاهرة الكبرى خلال فترة المساء. اليوم ذروة ارتفاع درجات الحرارة، متوقع غدا إن شاء الله انخفاض في درجات الحرارة وانتصار موجة ارتفاع درجات الحرارة. درجات الحرارة تنخفض بحوالي 7 لـ 8 درجات على شمال البلاد، السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، بحوالي 4 لـ 5 درجات على محافظات شمال الصعيد، لكن محافظات جنوب الصعيد الأجواء هتبقى عليها أجواء شديدة الحرارة. يعني احنا إن شاء الله متوقع من غدا لحد نهاية الأسبوع متوسط درجات الحرارة على القاهرة الكبرى ما بين الـ 34 والـ 35 درجة مئوية، هنتحول من أجواء شديدة الحرارة اللي بنشهدها بقالنا 4 أيام إلى أجواء حارة إن شاء الله خلال فترة النهار، معتدلة فترات الليل، ويمكن دي الأجواء اللي هنبقى دايما معتدين عليها في مثل هذا الوقت من العام، اللي هو الأجواء الحارة فترة النهار المعتدلة فترات الليل. صحيح. فمهم جدا النهارده قبل ما نخرج من بيتنا أو لو احنا هنضطر للخروج فترة الظهيرة بقدر الإمكان نتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس من الساعة 12 الظهر للساعة 3 أو 4 العصر، في الفترة دي اللي بنسجل فيها أعلى درجة حرارة على مدار اليوم كله، فمهم جدا نتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس. لو أنا هضطر للخروج يبقى دايما معايا شمسية، كاب، أي حاجة أحمي نفسي بيها من أشعة الشمس المباشرة. صحيح. بالإضافة كمان إن احنا نرتدي الملابس القطنية البيضاء الفضفاضة، ده هيساعدني على عدم امتصاص أشعة الشمس والإحساس بارتفاع درجات الحرارة. إزازة المية تبقى موجودة في إيدي. كنت حضرتك هقول لك، وشرب كميات وفيرة من المياه خلال ساعات النهار. بشكرك شكرا جزيلا دكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. دلوقتي تعالوا نتعرف معاكم على درجات الحرارة المتوقعة النهاردة بالتفصيل، وهنبدأها من القاهرة والعظمى 43 والصغرى 24، اسكندرية 36 22، مطروح 31 22، سيوة 39 24، بورسعيد 37 23، دمياط 36 24، الإسماعيلية 42 23، السويس 41 24، العريش 37 23، طابة 38 24، كاترين 36 24، شرم الشيخ 40 29، الغردقة 41 28، الفيوم 42 25، بني سويف 42 25، المنيا 42 25، أسيوط 43 26، سوهاج 43 27، قنا 43 27،
الأقصر 44-28، أسوان 45-28، الوادي الجديد 44-27، شلاتين 41-29، وأخيرا حلايب 36-28. من بكرة إن شاء الله هيرجع مرة تانية في انخفاض في درجات الحرارة بحوالي من 5 لـ 6 درجات، يعني النهاردة الذروة، نخلي بالنا من ساعات النهار. هرجع مرة تانية لمحمد وجمان عشان نكمل معكم فقرات صباحية مصر. نشكرك يا دينا، شكرا جزيلا. يعني ربنا كده ان شاء الله يهون اليوم ده على الناس كلها زي ما انت قلت كده، ناخد بالنا ويعني خليه كمان معانا ازايز ميه بس زياده في العربيه، ممكن نديها لحد في الشارع. الجو حر جدا، العمال اللي بيشتغلوا كمان في الشارع، نحاول كده نخفف الدنيا على بعض. كلامك مظبوط يا جمانة، فعلا لفتة إنسانية كويسة، الناس تخلي بالها من بعض. الجو حر وفي ناس مضطرة أنها تنزل شغلها، وشغلها في الشارع مش في مكاتب. صحيح. أو في أماكن مقفولة أو هيقعد قدام تكييف أو مراوح، لا في ناس فعلا بتنزل ويكون شغلها طبيعة شغلها أصلا الشارع، فياريت نخلي بالنا من الناس دي دلوقتي وخاصة في النهاردة، لأنه النهاردة درجة الحرارة زي ما تابعنا من خلال النشرة الجوية هتكون الجو النهاردة شديد الحرارة.